شهد مركز كفر سعد بمحافظة دمياط مستوى متميز من الخدمات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. فقد أقيم بالقرية مجمع عمارات سكن كريم وأكبر مركز لعلاج الإدمان بالمحافظة بالمجان، كما أقيمت أكبر محطة معالجة مياه للصرف الصحي بالمحافظة، كما تم الانتهاء أيضا من أعمال إنشاء أعمال المدارس تماما ومجمع الخدمات الحكومي وتوصيل خطوط الغاز لأهل القرية. القوة التصميمية بالنسبة للمحطة اللي احنا فيها ديت محطة معالجة المحمدية 2000 متر مكعب، وحضرتك الطاقة الفعلية 1200 متر، فيها 18 حوض معالجة، وعمل 9 أحواض جداد كأحواض معالجة للمحطة الجديدة. واقفين بالتحديد في عمارات سكن كريم المكونة من 6 عمارات، كل عمارة 4 أدوار، كل دور فيه شقتين يعني 48 شقة، موجهة لأهلنا من الأسر الأكثر احتياجا في محافظة دمياط، تحديدا في مركز كفر سعد. تفكيري التفتيش تاني، عندنا مركز خدمات مواطنين ومركز زراعي، البنية التحتية بشكل كامل تم تغييرها، في عندنا محطة معالجة مياه صرف صحي، في عندنا مركز لعلاج الإدمان حديث الإنشاء. اللي احنا بنشوفه على أرض الواقع حاجة غير متوقعة، حاجة خيالية. القرية اللي فيها إنجازات كبيرة جدا من ضمن القرى هي تفتيش تاني، فيها مجمع الخدمات، مجمع المصالح، فيها مستشفى علاج الإدمان، ودي حاجة هتخدم كفر سعد بالأكمل، فيها سوق، فيها مستشفى، فيها مكتبة مصر العامة، فيها محطات صرف صحي، وفي أكبر محطة موجودة كمان في كفر سعد هنا بتتنفس في تفتيش تاني، حاجة احنا مش متخيلينها. كمان اللي ورانا السكن حياة كريمة الموجود الجديد، غير السكن الموجود التاني اللي تنفس من فترة بسيطة، حاجة كده على أرض الواقع إحنا كنا بنحلم بيها، كنا بنحلم بنصها. عندنا هنا سكن كريم، وفي عندنا محطة مية، وموجود موقف، وفينا كهرباء والغاز وصل، ده كان في غنش فيه موجود الكلام ده خالص. في تفتيش تاني كانت الدنيا ما كانش خالص فيه موجود في الكرة خالص. نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية يوما ترفيهيا لمتطوعي حياة كريمة بالمحافظة داخل نادي سيتي كلاب طنطا. وتضمن اليوم الترفيهي العديد من الأنشطة والفعاليات لمتطوعي حياة كريمة بالغربية، من بينها توزيع الهدايا على المواطنين، إلى جانب عمل لقاءات مع الشباب والمواطنين لتعريفهم بحياة كريمة وأعمال تطوير الريف المصري. النهاردة عندنا يوم ترفيهي مميز من أيام حياة كريمة بالتنسيق مع نادي سيتي كلاب بالغربية. عندنا النهاردة المتطوعين مؤسسة حياة كريمة متواجدين، عندنا النهاردة في أنشطة ترفيهية كتيرة جدا، وعندنا هدايا ورسمة على الوشوش لأطفالنا، ومش بس كده، احنا آخر اليوم احنا معانا حفلة غنائية وموسيقية بمشاركة كافة المشاهير. النهاردة يوم ترفيهي، جينا مع حياة كريمة، شكرا جدا لحياة كريمة، على مدار السنة بننزل نوعي الناس في الكرة مع حياة كريمة، شكرا لحياة كريمة. بشكر حياة كريمة جدا على اليوم الترفيهي النهاردة، عشنا أجواء حلوة وكان في لعب أطفال وشفنا الابتسامة على وجوه الناس الموجودة هنا. أنا بشكر حياة كريمة على اليوم الترفيهي ده، وحقيقي كلنا مبسوطين، وإن شاء الله اليوم يكون حلو بيهم إن شاء الله ويبقوا مبسوطين، وإن شاء الله في فعاليات تانية كتير.